إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه لا محالة راجعون. عباد الله، للزواج آثار هامة ومقتضيات كبيرة، فهو رابطة بين الزوج وزوجتها، يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر، حقوق بدنية وحقوق اجتماعية وحقوق مالية. فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وأن يبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة، من غير تكره لبذله ولا مماطلة. فيجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذلها. وخطبة اليوم عن حق الزوج على زوجتها، وهي نفسها واجبات الزوجة تجاه زوجها. فللزوج حقوق أعظم من حقوق الزوجة عليها، لقوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فمن حقوق الزوجة أن تطيعه في غير معصية الله، بأن لا تحرث قسمها، وأن لا تكفر نعمه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنها، وكذلك لا تسافر من بلدها إلا بإذنه من باب أولى. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وعليها أن تسعى في رضا زوجها وتفرح بذلك، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الزوج عن زوجتها من أسباب دخولها الجنة. فروى الترمذي في جامعه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ومن حقوق الزوجة أن تحفظه في بيته وسره ومالها. ومن حفظ الزوج أن لا تتساهل الزوجة في خلوة بأي أجنبية، ولا سيما أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا بمحارم. وحقيقة فإن هذه النقطة من النقاط المهمة التي يجب أن ينتبه إليه الزوج والزوجة. الزوج غير موجود في المنزل، والمرأة وحدها بالمنزل، أو معها أطفال صغار غير مميزين، يأتي قريب لها أو قريب لزوجها أو حتى أخو الزوجة، فيدخل ويجلس ينتظر الزوجة، موقف ربما يحدث كثيرا ونحن نعتبره موقفا عاديا. ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوجة. ويلزم الزوجة ألا تأذن في بيته بشيء يكرهه ولا يوافق عليها، وأن تتصرف في ماله ما تعلم رضاه بها، وأنه لا يغضب لها. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب.
ومن حفظه عدم الخروج إلى الشوارع متزينة ومتعطرة. وقد بلي الناس في هذه الأزمان بكثرة خروج النساء بحاجة وبغير حاجة، وهذا خلاف المأمور به شرعا. ولا ريب أن خروج النساء لأجل التعليم والتثقيف والإرشاد أمر مأمور به، لكن هذا ينبغي أن يكون إلا مع التصون والحرص على حفظهن، والحرص على حفظهن بلباس شرعي يحفظ حياءهن. فإن كثرة خروج المرأة شر لها، وهو كذلك شر على الأمة، فإنهما أفسدت الملة والدولة بمثل فتنة النساء كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. ومن حقوق الزوج أيضا ألا تعمل عملا يغير عليه كمال الاستمتاع بها، حتى ولو كان ذلك التطوع عبادة. فلا تصوم تطوعا إلا بإذنها، ولا تأكل ولا تلبس ما يؤذيها، وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تبدو في صورة يكرهها. والعجب كل العجب من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها، وإفراطها في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها. ويلزم المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع بها، فلا تمتنع منه إذا أرادها في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن حقوق الزوجة حق القوامة، فالرجل قوام على المرأة لا تنازعه فيها، فلا تقف له موقف الند للند كأنهما شريكين بالمناصفة في تجارة. فقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فهي وصية ربكم للأولين والآخرين. عباد الله، لا تعرف أغلب الزوجات قيمة سعادتها مع زوجها إلا عندما تفارقه. فمن حقوق الزوجة أن تقوم الزوجة بالخدمة في بيتها من خبز وعجن وطبخ ونحوه من كنس وتنظيف، وعليها بالرفق بأقاربها، وهي أقرب الطرق لكسب قلب الزوجة. فالزوج يحب من امرأته أن تقوم بحق والديها وحق إخوانه وأخواتها ومعاملتهم المعاملة الحسنة، فإن ذلك يفرح الزوج ويؤنسه ويقوي رابطة الزوجية. ومن حق الزوج على زوجته أن تواسيها، فتعمل على فعل ما يدخل عليه البهجة والسرور، وتزيل عنه الهم والغم والتعب أو نزول حوادث محزنة كموت ولد أو فقد مال أو ما أشبه ذلك. ولقد ضربت أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنهما أنصع مثال في ذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة فمات، وأبو طلحة في الخارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسها وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها تقصد أنه على عافية، فقال فبات. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، أي حفظ القرآن.
وختاما أقول: فإن أشقى الناس من رأى الشقاء في بيته وهو بين أهله وأولادها، وإن أسعد الناس من رأى السعادة في بيته وهو بين أهله وأولادها. واعلموا رحمة الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا، وصلاحا في أزواجنا، وصلاحا في أولادنا، وصلاحا في والدينا، وصلاحا في علمائنا، وصلاحا في ولاتنا. أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغسل حظوتنا، واغفر زلتنا، وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا برحمتك عذاب الجحيم، واجعل منازلنا ووالدينا والمسلمين في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.